اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني الحسن. قال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. ودرس دينها أن كبرني من علمي مصطلح الحديث قرهان كتاب كيئها التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى. وأنا درسي الشناء كمدة كتاب كالدروس تيسة. وحن صوت الماني أحاديث لغوريي نبي عليه الصلاة والسلام إن لقي قيبنا أيو سياوك كالدوان إن لقي بنا أيو حقا ضعفك إيو قوة مركي لغا إيغو إن لقي بنا أيو مقبول إيو مردود. مقبول كان ولقي بنا أيو حلقي بنا أيو صحيح إيو حسن صحيح ولا قيبنا يا صحيح لذاته صحيح لغيره حسن كان سدا سوكر كل كوحن صوبراني صحيح أيا صوبراني ولبا صحيح لذاته بان صوبراني ماشي مركا وحن كبدي قالنا حديث كليرة حسن وحيري الإمام النووي رحمه الله تعالى النوع نوع نوع صو الثاني لبات الحسن حسن واي. قال الخطابي خطاب وحويري هو حسنك ما حديث واي عرف مخرجه ماغا مكان بحديسة لأغادي أو اشتهر رجاله ماغا رجاشيس أي شهروين وعليه حسن كدشيسا مدار أكثر الحديث حديث كأكثر كيسا مكان وريقيس أو أهال ويقبله حسن كوحا أقبل آيان أكثر العلماء علماء بضيغور واستعمله حسن كوحان استعمالين عامة الفقهاء فقهاء قبيغود أيا استعمالين وحيري النوع الرابع وحديث كأنواع السكمدة وحديث كالليرة حسن حسن كمركة تعريف كيسة وحي علماء أي كيرة دين أقوال أو إسخلاف صن أقوال العلماء وإسخلافتي في تعريف الحسن أي إسخلافتي خلاف كان وحكينا يا وحويا حسن ك وحقول حيا صحيحة أي ضعيف ك أي قول حيا كل كحديث ك إنه صن صحيح نقانين ضعيف نقانين مرتبة لحى إن أي مرتبة دي صن قطع وحيوبا أنتها إن آت وغفر صلاة تعريف كي سمركا ويسكو خلافين علماء تعريف كان هذا أوصاق قاضي وتعريف كي خبابي وحد تعريفيه إمام النووي وحتى تعريف الترمذي وحتى تعريف ابن صلاح وحتى تعريف ابن حجر كل وان أركي دولنا تعريف كان مركة خبابي بل أن إيقنا مركة هوري
تعريف كأغوفي عن مكة أنك دوران دونا خطابي وحوكو تعريفي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث أما بح تعريفه وحوكو إيجيها إن ليرا ما عرف مخرجه واشتهر رجاله أنت كلامك تعريفك كم إدماءها ليرا خضابي هرت أصيغ عن بران سيان وغانو ميزانية أولية خطابي وإمام وعلامة وهو علم بدن وحافظة لغوية كن يدي سوحا ليرا أبو سليمان مجي عيسى وحمد بن محمد بن إبراهيم كتاب كهوسبو كقرأي تدريب الرابي قدت كهيستة حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي كتاب هذا قار أحمد كعبير أيان مجيس الصحراء وحمد لكن بري دم بدت كأحمد به جرير أسيجن هو أقبل يمرك دم بأحمد خطاب كان مرك الله نسبين أي وجدك سوى إلا أسيجا وحمد أبيه ومحمد أبوه كوات وإبراهيم أبوه صلبات بخطاب لم يجري إما أهن نسب الله نسبين أي سيدنا عمر من الخطاب ما أهن وأسيجا ذرية سيدنا عمر كمد ما أهن خبابي وصاحب التصانيف كتابة بضم وليها يوصل نفين وحكم إذا شرح الأسماء الحسنى كتاب كليل هذا وحكم إذا كتاب الغنية عن الكلام وأهلي وحكم إذا معالم السنن كتاب كليل هذا وأتقران إسام وشرح أبي داودك وحكم إذا غريب الحديث كتاب كليل هذا وحكم إذا كتاب العزلة كتاب كليل هذا كتاب إصلاح غلط المحدثين كتاب بيان إعجاز القرآن كتاب هذا ساكن بنا كل يوم مركز أصيغة قرنجي أفراد أيوها خطاب علماء ذي قرنجي أفراد شو كتبوها كتب تيسا مركز كتب تقديم كأهوان أبو سليمان الخطابي وهو يري أصيغة حسن تعريفنا هو حسنكو ما حديث وايو هي عرف مخرجه ما جا مكانه بحدي سلقه هذا ماشو كصوب بحي حديث كان ماشو كيمت بلقه هذا معناها الرواديسي بلقرانا يا أو شيخ بعد الشيخ سنة كواحد إلى ما عرف مخرجه حال غوضة كناية عن الاتصال اتصال بالغة كنايونا وحاميش كوبا حي مرسل كا منقضع مدلس كا معلل كا كواس ماشا كوبا كواس مخرج كودي لما قرانا صوت وحويان رجاشة أما الرواد دا ويحي لغا عبره ممقضان مركا حديث كمركا مخرج كيس لما قرانا أيو الرواد ديسة هدي أي سن موقان يعني أي وحقو أيهين أي وحمق أيهين إذن مركا حديث كحسن كورتو وحديث سند كيس أو حريرو معناها صاصو مغانا ما عرف مخرجه معناه دوامحي وكناية عن الاتصال لو هدانه واشتهر رجاله حديث كرقي سنة أي شهروبين ما حيكون شهروبين بالعدالة إيه واللبن عدالة إيه واللبن أي يكون شهروبين حديث كدت كورينا أي مركي لفي ريو لما انطوط وحويان مدول بشيقي سوكا قاطي مدول بانوالا قرانا وحالوغو قرانا عدالة
iyo labdi baa lagu garanayo xadiidka xasanka ceenka ka weeyaan khabaar saamu ku tacriifi تعريف كان مركه خبابي هذا الكيسي عن سي لما استرنا وعليه حسن كدشي سايو هذا يويري مدار اكثر الحديث حديث كاكثر كيسا مكان وريديس احاديث تا بادي غوت وحي ابدينيه حسن بي ابدينيه محايل لان غالب الاحاديث لا تبلغ رتبه الصحيح أحاديث تبادي قد صحيحة درجة دي سوغاري مايا قال حسن كي يكون بدأي أبدين وحو انت الراعيي خضابي هذا الكيس ويقبله حانا أقبلا يان حسن كو أكثر العلماء علماء تبادي قد علماء تبادي قد حسن كوي أقبلا يان حيكو أقبلا يان في العمل إيو والاحتجاج إن لغو عمل فلو إيو إن لحن جيسو أنت بوي كو أقبله ولو عمل فلايا بيرادين حديث كحسن كا وأنا له شيء سنايا ولا الدليل سنايا أكثر بو هذا عبري ماشي مرك وحاكو بحي بعض أهل الحديث أو حسن كديدا آيات شرة لكن ومتشددين ويكوا سوي أتكيين ابن أبي حاتم سيد اللغوري يوكالي وحيري آبهي بان حديث سؤالي مركاسو إدهي إسناده حسن مركاسا وحن له يحتج به ملح جيسانا يا مركاسو يري لا لمح جيسانا مركادات ساس أتكيين ويجيران مركاساس دراد هذا أكثر بوعبري أكثر العلماء يا حسن كأقبال أيام واستعمله حسن كوحانا استعمالين عامة الفقهاء فقهاء جبيجود فقهاء جبيجود من حديث كحسن كويكو عمل فلان فقهاء ايه ومركا وحيكم دين علماء دي لصوص شيئين لكن علماء دي عامصا علماء مركي ليرا ذو فقهاء ايه غير كوضب وينقانا ايه فقهاء مركا لكن جبي اهام با حديث كحسن كويكو عمل فلان صانو يري خبابي تعريف كي سمر كهدان ديب أوغو لاوانا ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما يهي التعريف شاملة أو حديث والبو حسن كل مناي وحي أن حسن أهين أو صحيح أهن بحناي أما الضعيف كي بحناي ما يهي التعريف كيس ما يهي ولا بشيي خبابي تعريف كيس كلي هذا سيقو الشيغي حديث ك سنة كيسين الحريرو سجاشي سنة لقرانا عدالة إيو لبدي لغو قرانا انت صحيح ولو شردنا اتصال السنة إيو عدالة الرواة إيو لبدي صحيح انت ولو شردنا وح فرق او هذا حسن كايو صحيح ودحيسيه ما جرى تعريف كخبابي مركي لا فيري وحيالها لو مشي كما ان كستو واشتهر رجال هداس كتاب كي ابو هريره سو اقرينين بيقونيه او كلي لا كصحيح رجاشي سوي شهروبين لكن اشتهارك صحيح او كلمة شهروبين ما ينشى اسمارك صاحب البيقوني وإساقه إلى لنا بشيغة او عبارة خضابي لبشيه بوكا نور سنة معناها تجاش وي شهروبين عدالة او متوسطة اي اللبض متوسط يكو شهروبين يعني عدالة ويكو شهروبين صح اي اللبض لكن لبض قوذي مقارسي سنو لبدي رجال صحيح وكلمة جالس السنة ولبدي متوسط أهلا وفر سما شيا رجاشي وي شهروبين عدالة بيكو شهروبين إيو لبدي أو متوسط أهلا ونجالس سنين
رجال صحيح لبدي قوضوك لأن قرسسنين مركب بشي قاسو إسكا إلى علينا يا واشتهرت رجاله لا كالصحيح عبارة صاصوك الوعبرة لا كالصحيح أوكال ومشي الروبين معنا يا ماشي اسمك وماشي الطواد ولب الشيء واكو خبابي هذا مركب وحوكا أمصي لبك قضبك لو مهمة السلامة من الشذوذ هي السلامة من العلة وكأمس حديث كأنه كان بدره شذوذ سدى صوت العلة إنه كان بدره حديث لو وضعه كان بدري ويضعيف مكان من كهل لنا هذا سجى ما أركي سجى وحيالها مركة تعريف كخباب اللي قلب شيء كمت تعريف كخباب وحيالها اللي قلب شيء السلام من الشذوذ مو سنكهل لنا وكأمس السلام من العلم والقامص وانا لبعر موضوع مهمة حديثك حسن شذوذ انو كان بدقل ويلو بهاي سيدة صحيح عمل علو انو كان بدقلن ويلو بهاي سيدة صحيح اوكال سندك انو حريرين ويلو بهاي كلي مركة السيقة ايو صحيحة وحيكو كل دوين لبديق الرجاشي كو كل دوين صحيحة رجاشي سلبديق وضو هيركي سأد بأسرية حلك الرجال الحسن لبديق وضي ويرد بعسين يا حيوان تعريفك أغفي عن كاس ويوان الشيء دوننا وحيالها مرك خطابي تعريفك سلوه الشيء وحيالها باكمل قال الشيخ ولي مرك الشيخ وحويري الشيخ مرك هدي اللي اسكا إضلاقه فاني قان مرك اللي تشغو وصوء قاني ابن صلاح هو انت انا قال الشيخ أغب بن وحنكت غي تعريفك إمام الترمذي سيودي باشيغي تدريب كقيبتان تنبيه ما شؤوي حكى ابن صلاح وحو شيغي بعد كلام الخطابي وحو شيغي أن الترمذي حد الحسن إمام الترمذي إنه حذيي حسن محوكو حذيي بأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب حديث كحسن كالسند كي سلح لي إنه صنعهان قفل قلته ما يبين ولا يكون شاذا إن صنع هان الحديث ويروى من غير وجه نحو ذلك إن لغوريه وجه كلا حديث كاسوك لا إن لغوريه سند كقف بين لغته ميسانا يقوم أجرا شاذنا معها وجه كلا حديث كاس حديث لم إذا لغورينا تعريف كاسمرك أو الترمذي أسجن ولقى في عين معايا لحسن لغيره تعريفه حسن لغيره أي تعريفه حسن لغيره نما الله بهنا إن لا تعريفه وحسن لغيره ضعيف أو حوجي استي لواي مقطع ضعيف حوجي استي واي أو حقا طرق كلكوي من حسن لذاته بعلى الرواء إن لا تعريفه تعريف كمركة أو خبابي أن أرقنا كان أن إراهلو ابن صلاح تعريف كي سأنو فيرين كي ابن حجر ياسقا إسكا أكبر قال الشيخ شيخي وحيري ابن صلاح هو حسنكو قسمان لبقيب واي أحدهما أحد القسمين لبقيب متكوت ما واي لا يخلو إسناده ما جسنت كي سأسن كخالي نغنين من مسطور مدل أسطوري حقي أسن كخالي نغنين مسطورك لم تتحقق أهليته مسطورك أهلي يدي سأيسن حقيقو أو وليس أن إهان مسطورك مغفلا مدلها المنسيي مغفل كاسو كثير الخضائي قفكي سأو بدين أو ولا ظهر منه مستورك حقي سأو سنكذاهر سبب 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 كاسو مفسق فاسقين ويكون متن الحديث حديث كمتن جيسان أحو أهانايا معروفا أي أهانايا مثل يقان برواية مثله مستورك مثل كيس الرواية دي سنة لغو يقان أو نحوه
مسطور كنحبي سرباية دي سنة لغوية قان من وجه اللي قوريي وجه كاسو آخر ايكا لو تعريف دير ابن صلاح مركو الشيغي خضابي هذا الكيس وحسن كوكو تعريفي يترمذي هذا الكيس وأصيغني حسن كوكو تعريفي باوحو يري حسن كو لبا غيب وايو وارنتيس حسن لغيره حسن لذاته واي لبدا ومركا تعريف اسمي مركا اصيغ ابن صلاح تعريف كان مركا هدا او نو شيغي كان كلو كيني دوناي حسن لغيره تعريف سوى وحو يري حسن كو ما لا يخلو اسناده من مسطور حديث او سند كيسا اسان كخالي نغانين قف مسطورة سند كوحا كوچرا الرابي قرصون مسطور محالا قوضا حال كيسا قرصون يعني مجهول الحال حال كيسا لغا جاهل ننكاو ظاهر أهان ون عدالة لغو يقانا ظاهر كيس لكن هوس أهان عد تسكيسي مجرد حال كيسي والغا جاهل ظاهر كيسي والغا يقانا لكن حق تيسي لغا مبطبا ما حقيقوين مركا إنو أهل أوياهي صحادة حديث كيسا إنو صحيح نقضو إنو أهل أوياهي ما حقيقوا وايو قف للتسكيي ما أهم قف حال كيسا لغا جاهلي حيوان قف كعين كاس إنو سان سند كخالي نقانين وحديث كسند كيسا وحاكو جيرا قف مسطورة وحال كيسا لغا جاهلي لكن هدانه ما أهم قف كمسطور كأه مغفل قف لها المنسيي أو كثير الخطأ معه ننوح ورنا كجفاي أو جفك سوء بدن يحي معه سيدا صوت لنا عاسمرك وكوف عين مغفل أو كثير الخطأ معه هدو جفاي حتى جفك سوء صوابك سوابك ساب بدن سيدو كلا سبب مفسق وأسيق كفاسق يلا يعني كما ذاهرين عدالة دي سلامة دوري كرا أسيقا من اللي تسكيين آي قف ساس عمل سنة كوكوشيرو حديث كمتنقي سمك وحان الهوية قانا متنقي حديث إن مسطور كاس مثل كيسا أوريي صنن كان مجهول الحال كا صنن ضعيفا ما نن كلو اسقو كلا اهبا متنغان متن لميدا ورينايه معنى طريق كلو حديث كو يمي ما اركيس بروايه مثله اسقو كلا او نحوه مصور كنحوه سبع وما حي قف اسقو خوغا كرون اما قف خوغا اسقو كليتو نحوه لبد بو اسك نقناي وش كلا لو ورينا حديث معناها حديث كان سنة سوحا كتر من مجهول الحال لكن هدانا الطريق كلا بو حديث كويمت هدانا لقو ورنا ما دام أمرك الطريق كلا حديث كويمت لقو ورنا وإسكبايان وإسحوشنا مدول بمرك إسكي صلى الله في ريو ضعيف ونقانا إلا سنة كان مسطورة كتر للي مصور كان هذا من آب لوقوف قاعد ما ما أركيسا مركب إسكوايان ولا وضو ذا أنت إسكاشران درجة دي ضعيف لماذا حديث واكحه في سنايا حسن بو نقانايا حسن هل نقضي حسن لذاته نما نقانايا حسن لغيره بو نقانايا ويو حسن لماذا حوغيس أردنا عكالي وكسو حوغيستي بو كبارايا حديث كمعنا تعريف كان مركا دوام حي حسن لغيره تعريف كسواه معناه يا حسن لذاته معه
أحدهما أحد القسمين ما واي لا يخلو إسنادهما سنة كيسا من مصطور أسنك خالي نغانين وقف مصطور باكوشرا مصطور لم تتحقق أهليته مصطور كأهلية سأيسا حقيقوينه للصحة أهل أيها بل وليس مصطور كان أسن أهان مغفلا من لها المنسيي مغفل كو كثير الخضائئة ولا ظهر منه مصطور كحقي سأسن كذاهر سبب 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 كو مفسق فاسقين ويكون متن الحديث أهانا معروفا من لأغاديو برواية مثله مصطور كمثل كيس الرواية دين الأغاد أو نحوه مصطور كنحوه كيس الرواية دين الأغاد من وجه يعني لوغا وريي وجكا سو اقرا اكلوا حسن لغيره واكام وماشي تيسير كان كسو مرني ضعيف او لوغو دراي ضعيف كلي او حديث ضعيف اهبا حدنا طريق كلي كيمد ما اركيسا طريقه كلي او كو ايمانين سدا سو كلي لكن ما دام طرق دي اي بدتي بدشد طرق اي بدتي معنى اسمينس درجتي مركب ضعيف لمدي وكفر صنايا درجة حسن بمركب أسوة كفر صنايا حسن كون من نغنايا حسن لذاته أو هو نغنايا حسن لغيره بو نغنايا تي هذا الثاني قسم قلبات أن يكون الراوي أن يكون الراويه حديثك كم وريناي ها أن يكون الراوي حديثك كم ورنا مشهورا إنه هذا مثل الشهري بالصدق الغشري رن والأمانة الغشري أمانة والحال لم يبلغ أسن جار رابقة درجة الصحيح أسن جار لقصوره رابقة قابنانتي سدرات دين أسن جار في الحفظ حفظك وكوكا ابن عضي إيه والإتقان السجدة تحت يدنا وكوكا ابن عضي والحال هو الرابقان مرتفع قوية هيمت سرية عن حال من حالك سحقين كسرية من كو يعد تفرده من ككلين قشدي سلغترنا منكرا منكر لغترنا قسم قلبات وحسنك ابن صلاح وكو تعريفي وحويان أن يكون الراويه مشهورا حديث كالراوي بيصينه وهارو مثل الشهوري محل قشوري بالصدق الرن إيه والأمانة أمان وهنا عدالة عدالة بالقشوري لكن هدنا الراوي كان درجة الصحيح مقارن محايا لي وحكو قابين هاي حفظك إيو إتقان حفظك إيسا إيو السجد إيسا مقارس السنو كان صحيحا حفظك ماشو كقاري إتقان كماشو كقاري كمقارس السنو وماشى سواي ماشى صحيح أيه حسن كأيكوك لدوين وونا كسر يا ولبا قف لو كلي سأو حوارين لها حديث كيس منكر أو نغن لها نو كسر حسن لذاته سامو كتعريفي ابن صلاح وحا اسكو ايك مركا تعريف كان ابن صلاح حدا وحسن لذاته وكتعريفي إيو كي ابن حجر با إسكوئك ابن حجر كتاب كيسا نخبة الفكر كوان صامر ني صحيح مركو تعريفي بو حسن كنثاعي عبارات أقاوان بوني مركا حسن كراعي وحويني مركو صحيح صوشي صحيح مركو كهد لا يحصون هاي وخبر الآحاد بنقل عدل تام اللبض متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته صحيح صاصوما مركز وحور راعي فإن خف اللبض فالحسن لذاته
حديثك صحيحة وحوي ينبوي دد عادلين با حديثك صورنا إياه اللبدي قوضا إيا حفدي قوضانا أمسرين سند كانوا واحري رابو انقضاع كمتشرو لما نعلين إلا كترت لما بهن مطنقة شاذنا ما هو شذوذنا مطنقة مقالين شنت الشرط إساس وخشى يا جماعه كيسا كاسا صحيح لذاته ليلة فإن خف اللبد لبدك هضو يرادو لبدك أما حفرك هضو يرادو فالحسن بذاته مركز صحيحة يا حسن ككل ماشي في كل دوين وانتص أفرسو حديثك صحيحة سندك سووه حريرة روادي سوى عادلين روادي سوى لابدين شذوذنا وكنا بتقال علنا وكنا بتقال حسن كان اساس وكلام لكن هو اوغب دليل هي بنك لبدي الرواد حسن كالرواد سلبدي غوديا ير اوغا ما جارس سنه صحيح الرواد سلبدي غودا ما جارس سنه حديث كما الرواد سودان هذا لبدي غودي يراد وحسن اما هل راوي الرواد كمدا هذا لبدي سيير يا اساس وايه سند كهذا صاق على هالقف اللبدي سوء يريها حديث حسن بن غنا لبدي جوا ساس درادة هذا مرك هذا تعريف كان فيري ابن صلاح محو يري راوي سئنا وأهادو يري مشهورا بالصدق من الغشوري إنا وأهاد إيه والأمانة الغشوري وعدالة دواية نكاس كما دوري ما أركيسا وضد عادلين نكا كما دوري والحال لم يبلغ أسنجارين رابيغا صدق أمان الغشوري درجة الصحيح أسنجارين محو درجة الصحيح أغاري واي مع عدالة دالغاها يستعمايا لقصوره رابيغا قابنان تي سنة أسن أغارين في الحفظ والإتقان أوكو قابنا ضيو واللبدغا ما أركي سيكو لنك اللبدغا واي ما شاء الله هايس والحال هو الرابيغا مرتفع أويهي متكسر مري عن حال من كسر مري من كو يعد تفرده من ككل نقشديسا او كلي هذا حديث وريو منكرا لغو ترينايو حال كي سنة وكسر مري كلك تعريف كوفي عن من بشي قال له وكان هذا ابن صلاح ومري ابن حجر ما يمرك كاس ومري هذان ايغنو او لبد عباره عن اسبر برنيكنو طيب لكن وديري ابن صلاح هذا الكيوب بدي ابن حجر من هذا القواسو قاوي حسن كم حقوق يا حيبه فان خف اللفظ فالحسن لذاته بس انت اصلك سوكوبه يا عباره ابن حجر اد في عن معنى فان خف اللفظ وين قابنت وين سالنت فالحسن لذاته انت اسمك ان اوغا هرمو حسن ك تعريفك وها مركه هذا الكبدينا وها وياه درجة دي أغسري سيهجاشان إني لبدي كجارين إيا وحا لبدي إني كنت المانين إيا لبدي غوضا لبدي دحائنو يهي با أرن آدي آد أفيسي بضان أباهانا ثم الحسن حسن كي كالصحيح صحيح وعلمت محو كلمديا في الاحتجاج حجيسك لحدي أيو كلمديا به بالحسن حسن كاللحو جيسانا وإن كان ولو كان حسن كهباء هذا دونه دون الصحيح صحيح سكذي سهباء هذا في القوة أبود إحدى أذنى هبقاء هذا ولهذا مذكور كان درادس أدرجته حسن ك وحي صوق جليين ضائفة جماعة في نوع الصحيح صحيح نوع صحيح جليين مركو تعريفتي وشيغي باوحو نور راعيي مسألة ذاك لو مهم كاه وحو يري حسن كو وحو لمد يهي صحيحة محو كلمد يهي حجيسي حديث كهدو صحيح يهي ولا حجيستا ولا دليل السلام كذلك حسن كان ولا حجيستا
الحسن يصلح للاحتجاج هبكه صحيح حق القوة صحيح هبح حب نادو لكن وحي اسكومت كيهن حجيسي اسكومت كيهن ولا حجيسنا يا حسنك والو عمل فلايا سيد الصحيح اوكل ساس دراد دا مركب ضائف او علماء كم اذا حسنك وحي سوقي ليين با صحيح النوع سي سوقي ليين با وحكم اذا حاكم ابن حبان ابن خزيمه ضائف هذا وشيغا يرقى ساكم اذا كالحاكم وابن حبان وابن خزيمه أوه. حديث كلام اللي يبقوا قيبين آيان أيك صحيح إيا ضعيف اللي يبقوا قيبين آيان حسن كوحي إليه صحيحة لها ليشين آيان ما دام صحيحة وحوق سنكسي ذنين حجيسي قا إسكمت كيهين عمل فلك إسكمت أي كيهين دواء إسكمت أي إله لأن مركا يا مركا نوع نحيق حسن ليرا هذا مبجر بالصحيح إيه ضعيف ليجر ساسي إيه ويراه ثم الحسن وحسن كي كالصحيح والامد في الاحتجاج يكلمد يا حجيسي قد احدي به حسن كالله حجيسنا وإن كان ولو كان حسن كدونه دون الصحيح هباء هذا في القوة أبود دحده ولهذا مذكور كان درادي أدرجته حسن كي ضائفة جماعة يا وحي سوقليين في نوع الصحيح صحيح النوع سيئي سوقليين مسألة لو هدنا مهمة ينوع إشارة وقولهم قول الحفاظ حفاظ قولكم وأي قولين حديث هذا كان حديث حديث ويان حديث حسن الإسناد إسناد في سوء حسن أو صحيح صحيح الإسناد إسناد في سوء صحيح دون قولهم أيوا هذا حفاظ قولكم السكودي يوا هذا قبر كما شوياه حديث صحيح او حسن اي قولين لانه الشانئه قد يصح انه صحيح نقضى لا اركا او يحسن انه حسن نقضى لا اركا الاسناد سند دون المتن متن كسوكي لشذوذ شاذن ما دراد دين انه نقضى او عله عله دراد فان اختصر هذو كقابصر على ذلك ارنكاس حافظ حافظ هذو كقاب صدو حافظ كوب معتمد لعسكناي فالظاهر صدى موغته صحة المتن متنك صحدي سوى وحسنه متنك وناجي سوى وأما قول الترمذي بل انت عن ايك حفاظة باوحي استعمال ايان مررك قار حديث حسن الاسناد يقولين هذا حديث حسن الإسناد أما هذا حديث صحيح الإسناد حسن كلك يديه مايا صحيح كلك يكون قابصاً مايا الإسناد بيراعينا يا حسن الإسناد صحيح الإسناد ساسوك لدهان سلاسوك لمرك الحفاظ دهان هذا الكاس وكد وين يهي صحيح لمرك يكون قاويان أما حسن لمرك يكون قاويان وكد وين فرق باقوا نحن وححوق بضا صحيح أوكي لمرك يكون قاويان أما حسن أوكي لمرك يكون قاويان بحديث حوق بضا صوبت وامحي صحيح الإسناد مرك يرادان سند أوكي لي كهر لين متنك حديث كسي حديث ما إسان كهر لي أما حسن الإسناد مرك يجير هذا دي وحي كهر لي وسند كأوك لي متنك ما إسان كهر لي وحا صورة قال سند كأنه صحيح نقضه أو متنك أوسان صحيح نقني وحا صورة قال سند كأنه حسن نقضه أو متنك حسن أوسان نقني لماذا متنك وحا كو إمانا يشدود وحلي رهده أما علا وحلي إلى هذا أكو إيمانيس سيدة دبا شروط دبا شروط دبا أو حديث صحيح الله شرطنا أي شنطة الشرطي
مركان دب أوغو لابان سد أحكام إذا سد أحكام إذا وحا يقصيان سنة كأم بيقصيان لبك كم إذا هنا متن كأم بيقصيان سد أحد السنة كقصيان كو اتصال السنة لبو عدالة الرواة سد لب الرواة وحسنة كقصيان وهي سد أحد عشر لكن عدم الشذوذ عدم العلة ما تنقى واحد قصية ما تنقى إنه الشذوذ كان بد قلالها وحال ربا ما تنقى إنه علة قادحاء كان بد قلال إذا مرك حافل كمرك وكويرا صحيح الإسناد وهي حديث كمرك وكويرا كل وحو قوشة إنه حقيقية السنة يعني وحو كويرا السنة كوحيرا رواد وعادلين رواد والله بدين انت سوكوشة لكن كوما شيغين متنغا انو علا كنبت غلي كوما شيغين متنغا انو شذوذ كنبت غلي كوما شيغين صحيح الاسناد مركو كو يرادو اما حسن الاسناد لكن مركو كو يرادو هذا حديث صحيح اما حسن يعني وا متنغا ايو سند كبا نظيف واي معناها يا ها متنغا ايو سند كبا نظيف وايو شروطدي وا لا هلي شروطدي شنت حديث كوا لا هلي هذا حديث صحيح مركو كو دهان حسن مركي يكون أنا شروط هذا شن طواله كلمة حاد دبعي لبدي الروادة أما هل ربي الروادة كم إذا لبدي ساد دبعي أنت أصول إيه مركا سداس وسدا مشهور كا هدي لكن بويري حافل أو معتمدة لعسكناه وفي الصياح هدو استجاب صلاة أرنكاس نن حافظة معتمدة باكو قاب صدي صحيح الإسناد أما حسن الإسناد سيدة ظاهر كان وحواي ما تنقين إنو السنة كراع سنية ما تنقين إنو صحيح ياي أما ما تنقين إنو حسن ياي ما حايا لحافظ كمعتمد كأن أقون تأسيقو أوليح علم الحديث ديانة أسيقو أوليح أما نذا علمك أسيغ أولي با وحي أدي ليسا إنو إسكير هذا حديث كصحيح الإسناد أيضا مطنق علاء كجر تو أما شدود كجر دي ديانة ليسا إيو أما نذيسا علمك وحي كيني هدي أي علاء كجر تو إنو علاء دا شايا شدود هدو جرن إنو شدود كاشايا من دا كالي علاء دا إيو شذوذ كسيدا أصل كاو حويان إنو حديث كنبت قلسان يا حيوان أفرس وحويري وقولهم حفاظ قولكم حديثنا هذا كان حديث وهي حديثك حسن الإسناد أي كو قولين أو صحيح صحيح الإسناد أي كو قولين دون قولهم أيوة هذا حفاظ قولكم هذا سكودي حديثنا هذا كان حديث وهي أي كو قولين حديثك صحيح أو حسن لأنه شانية قد يصح إنو أنصح الله أركا أو يحسن إنه حسن نقضى لا أركى الإسناد إسناد دون المتن لكن متن أوصن أنصحن لشذوذ شاذن ما درادين متن أوصن أنصحن أو علة علة درادين متن أوصن أنصحن فإن اختصر على ذلك هذا الكاسد وكقاب صد حافظ حافظ أرنت نوع سحولية هي سيودي وكثيرا ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه حاكم بارنتاس اد واستعماله مستدرك يسونه كو استعماله صحيح الاسناد حسن الاسناد صح سوكله فان اقتصر على ذلك حافظ هدو كو غابصدو حافظ كو معتمد لا عسكان او ولم يذكر له حديثك عله ولا قادحا وصن اشيغن فالظاهر صحه المتن متنك صحتي سوى وحسنه متنك وناجي سوى واما قول الترمذي إمام الترمذي قول كيس إيه وغيره الترمذي غير كيس قول كيس حديث واي حديث كاسو حسن ونكسا حديث كاسو صحيح صحيحا فمعناه قول كاس معنيه سو حويا ربيا حديث كوالا وريي بإسنادين لبس نتبالغو وريي أحدهما أحد الإسنادين يختلي وحو كان يا أحدك
الصحة أيو كينايا والآخر ويقتضي الآخر كان كلاله الحسن أيو كينايا تن إسكفيرم ترمذي وأنك آد استعماله حديثك حسن كان وآد أبديه شهريه وآي ترمذي ترمذي كمركة إيو غير كيس غير كوحوشي ذا كعلي بن المديني أوكله ويعقوب بن الشيبة أوكله أيقون واسم يا سداس ترمذي إيو غير كيس قال كوبا حديث حسن صحيح أي قولين ما شاء دفير حديث يا مرحي استرع سينا يا حسن إيو صحيح ده حسن إيو صحيح لابد درجي كليهين صحيح حسن لم يرى حسن كان صحيح لم يرى رجع صحيح ورنا يا لبد قاضي تام واي هل ك رجع حسن كورنا يا لبد قاضي ويريا أما برجع حسن كورنا يا متكمل ذا رابي كم ذا لبد جيس وحوجا يرد بعصين لبي كليه مكة اسكو درجة ما حديثكم مركا إنه صحيح نغضو والا قرطي أما إنه حسن نغضو والا قرطي سورة قال ما أهم حديثك إسلا أسيقي إنه صحيح نغضو حسن نغضو تناقض أبو قصو قمبا ور إسبورينا يو إسكفر إيمانا يو آي وركاس حسن صحيح إن لسراعيه أرن كان مركا إمام الترمذي أدو استعمالا علماء ذي مركو ويكي جبابين وحي أغي جبابين حسن صحيح وحالو جيدا لبس سند با حديث كالوغو وريي سندنا حكينا يا صحو سند كالانا وحكينا يا حسن لوذي ومركا اسكوكا درايا هذا حديث حسن باعتبار سند صحيح باعتبار سند آخر اسم الديدا يعني مركز ماركيس حديث كأسيق على الله بس سند لقوك لورنا يا سند نرجي صلبت جواد التام واي سند نرجي ورين لبدي جواد لقوك شراء لبدي جواد حوجا فضيت باك شراء ساس والوغو جبابو وحالوغو بشي اي مركة هدانه احاديث تقار هل سند اليهين مع ذلك امام الترمذي ايو غير كيسا وجمعين ايان وحسن صحيح اي عبير ايان كواس نمركة محالوغو دابين ايان لبس سند ماله كواس ايان وحالوغو دابين ايان حسن واي عند قوم من المحدثين سند كهلا واي لبس سند ملا حسن واي قوم محدثين تأكتر أيو حسن كوية صحيح واي عند قوم آخرين قوم كلي أو محدثين تكمد أكتر ذو صحيح كوية كلك قائل كاس أو ترمذي إيه أما غير كيسا وحو إشارة يا خلاف إنه كجر بين العلماء حديث كحكم كيسا إنه إسكو خلافه أو قارن أي حكمين صحيح إنه أي أركان رواد لبد قوذي إنه تامية قارن إنه حكمين حسن أي أركان رواد لبد قوذي أما قاركود لبد قوذي إنه فضوتي حكم كمركة أي محدثين تا أي حديث كحكم آيان أما رواد أي حكم آيان وحكم كل سنسيدي سبي اجتهاد كل سنوان سيدا فقه هذا بأي مسألة أي مركي اسكو خلافة يعني خلاف قضاءوية هي خلاف اجتهاد كل سنة وحاسروا الرابقة قاركوت إني حكمان لبقي سئنو تام صحيح وهي أي لا لا قاركوت نأي حكمان رابقة لبقي سئنو يرد بعصين وحديث كيسا حسن وهي أي لا لا وحاسروا ذا قاركوت حديث كإني تحسينيان وحسن وهي أي لا لا حديث قاركودنا حديثك إني تصحيحيانه حديثك صحيح وهي أي لا
حكمك أمرك أي سار أيان وحكم قص عضو اجتهاد كذا قص عضو أي محدثين سيد أصدرات ده هذا مركا حديثك أصدقه هل سند أوكي ليا إن ترمذي إيو غير كيس أي عبران حسن صحيح أي عبران معنى هذا حويان وحي إشارة أيان حكم كحديثك إنه خلاف كتشر وحسن عند قوم من المحدثين وصحيح عند قوم آخرين ما أركيسا أما قائلك أسيقى أكتيسا وحكو راجحة مجر لوضع حكم إنه صحيح كو حكم إنه حسن كو حكم مدنى أكتيسا راجح كو ماءها مركاس الله وضع بإسكوكا راعينا يا حسن صحيح بإسكوكا راعينا يا أخر واكو هدو هل سند لي هين ساسا مركا لقو جبابا تاني مركا والله كرتي ورلا فهمي كروا يا واضح وأما تقسيم البغوي مسألة أنا أيضاً إيه إمام البغوي قيبنتيس أحاديث المصابيح كتاب المصابيح ليرا أحاديث سنة أوقيبي إلى حسان إيه وصحاح حسن إيه صحيح أوقيبي مريدا حال أسيقو الدونا يو بغوي بالصحاح صحاح ما في الصحيحين لا الدونا يو صحيحين كوحا كسوما وبالحصان ما في السنن الا دونا يا سنن كوحا كسوغان فليس تقسيم كاس بصواب متوسن ما محايل لان في السنن سنن كوحا كسوغان الصحيح صحيح ايا كسوغان والحسن حسن ايا كسوغان والضعيف ضعيف ايا كسوغان والمنكر منكر ايا كسوغان امام البغوي هو شافعي وانين شافعي وامام وينو ائمة الشافعية كم يدعو واسمه حسين ابن مسعود ما يعيس وحالي هذا امام البغوي حسين ابن مسعود عليه كتابه بضمون اللي وحكم اذا كتاب دي سميد عن هراء صوت المعني شرح السنة كتاب كليرا وكتاب وينو جامعه من كتب الحديث كم إذا وحكم إذا كتاب ذي الساعة كتاب كليرا هذا التهذيب وفقه وفقه الشافعي كتاب كالتهذيب كليرا هذا اللي وحكم إذا كتاب ذي الساعة كتاب كليرا هذا معالم التنزيل وأنا كتاب تفسيرا معالم التنزيل كأسقى إسكالة وحالله نسبة يا مقالة ليرا هذا بغى الإمام البغوي وأما تقسيم البغوي بغاء وبلدة في خراسان لولك خراسان لبيه جري وهذا لك لك غيبيي لول بلارم بو أهايو دولة فرب ضمبو لولك هذا كوك لجرا أو إيران أي كمتاي أفغانستان أي كمتاي مركا لولك خراسان لبيه جري بلدة كمدا أو بغى لي هذا الشيخ إمام كالله نسبة يا إمام البغوي كتاب هذا مركز أصيغ أولي هاي وحاكم هذا كتاب كالي هذا المصابيح كتاب كمجعي صور لما يستيران وحويا مصابيح السنة مصابيح السنة آلي را كتاب كتاب كاس إمام البغوي وحكس وقاذنا يا أحاديث آد أفر بغم قاركوات وحكس وقاذنا يا صحيحينك قاركودنا وحوكس وقادنا يا سنن كأفرطاء لكن وحا عجيبا وحو قيبنا يا أحاديث تاس وكتاب كاس مصابيح السنة وحوكس وقادا أحاديث حسانة يعني حسنة هي أحاديث صحاحة أو ضعيفة يو قيبنا يعني أحاديث يعني أنا قلت حسانة حسنة إيه أحاديث صحاحة صحيحة لوضع سوق يبينا محونا أولجي إذا ما قرانيسا صحاحة وأولجي إذا صحيحين كأحاديث تقصوا وكتاب تقصوا قاطي حسان كان أولجي إذا أحاديث السنن كقصوا وسنن كقصوا قاطي وكتاب تقصوا قاطي تقسيم كان نوع عصا وإمام البغوي وسمينا صح ما أهنوا ليه إمام النووي ونقدنا يا صح ما أهنوا ليه صببت وامحي واعي لي ابن صلاح أيها النبوي وردنا يا سننك
أحاديثة كقرن لما أنتظ ما وضع أهن حسن ما وضع أهن الصحيحة كتيرة حسن با كتيرة ضعيف با كتيرة منكر با كتيرة سننك وأبي داود ترمذي يا نسائي ابن ماجه كوا صالوجي مرك وحي بحديث أو سننك أو كسو قاطي أو كتاب كيس أو كسو قاطي حسن لأنه كعبره أيضاً مرك لجهي لكرو الصحيح أيضاً لجهي لكرو حسن أيضاً لجهي لكرو ضعيف تقسيم كنوع صح ما أهم بولي إمام نووي مرك حقا إنه عارض أي أيد مودة ابن صلاح نسيت الصوت عليه لكن علماء قارو حيليهم ده أرنت أسمى مودنا إمام البغوي إن لغو عارضه سببته واستلاح أسيغا أوسا ما يستيوى أسيغا أغارا وكتاب كيسا أوسا ما يستيوى استلاح عن الضوط كمجرى كي ضعيفة ولبا وحو بلنقادا يا إمام البغوي إنو توس أعدينا يو كي ضعيفة كتاب كيسا أوسا ما يستيوى كلك استلاح كتاب كيسا أوسا ما يستيوى oo asiga ugu tala galay ahadiista buqaariga iyo muslimka uu ka soo qaadayna inuu sahih ka cabiro ahadiista sunanka uu ka soo qaadayna inuu xasan ka cabiro haddii ku aragto kitabkiisa hadith xasan uu ka cabiray waxaad fahmay sunanka inuu ka soo qaaday hadith sahih uu ka cabiray haddii kitabkiisa ku aragto waxaad fahmay inuu ka soo qaaday buqaariga ama muslimka uu ka soo qaaday waa istilaah asiga uu gaaro asiga uu sameystay waa استلاحنا مركا دوت كما جرتو علماء قار ساسي لي وحالكن مهمة خفك طالعنا يو كتاب كاس مصابيح السنة إنو كبر قبو استلاح إمام البغوي إنو كبر قبو انتا سا مهمة ها استلاح إمام البغوي إنو كبر قبو سيء سنؤدهن حديث بدن وحسن وحكوما حديث كان وابس صحيح حسن وغا عبرا يا سيء سنؤدهن يا استلاح إنو كبر قبو انتا سا مهمة التاج التبريزي وان ليا وابو يري شيخينك ولا ازال اتعجب من الشيخين ابن صلاح ايو النووي اجيدا او اعتراضك اي بغوي عارلين وان ليا وابو يري تبريزي باسلا نها كتاب كاسمرك او مصباح مصباح السنة نيك التهذيبيي او زياديي او كتاب كمشكات كالغومك عاونيك اسكاله وايو او كتاب كان دبص عضو او دول صاري مركا ده لا مصاحة في الاصطلاح اصطلاح مورن ايضاد كما تشيروا لي واكو مركة تاس مشكلة مرها واما تقسيم البغوي امام البغوي قيبين تيسا احاديث المصابيح او قيبي مصابيح السنة احاديث تيسا الى حسان حسن ايه وصحاح صحيح او قيبي مريدا حال اصيب دونا ايو البغوي بالصحاح ما في صحيحين الا دونا وبالحسان إن ما في السنن ولا الدونا فليس التقسيم كاس بسبب ما أهو إمام النووي مركع عارض دار وعارض ابن صلاح با وجهري لأن في السنن السنة وحاقوسها أبي داود يترمذي إيه النسائي إيه ابن ماجه الصحيحة أيا قوسها والحسنة أيا قوسها والضعيفة أيا قوسها والمنكرة أيا قوسها ساس دراد هذا وحول بو أيا الله جسوا قاضي حسن لما ديه كرو ساسوا أي محمد هذا يسدي أيه هو عارض أيام فروع أحدها بالهدف.